اذا زي ما حكينا هون انا عندي الليد نتورك بيقدر يعطيني اس بلس زد، او اذا بدك تعمله جي اوميجا، جي اوميجا بلس سمثينج يعني، او اللاج نتورك راح يعطيني كانه بول بيقدر يعطيني واحد على اس بلس بي، الانتجريتر بيعطيني واحد على اس والديفرنشيتر بيعطيني اس، والجين بيعطيني كي. لكن بدي سكند اوردر سيستم للحاله اللي بتكون اوفر دام اندر دام. هلا اذا جينا طبعا على الترانسفير فانكشن بتصير عندي اوميجا ان سكوير، اوميجا ان سكوير هون عندي راح تكون محل اس سكوير راح احط جي اوميجا سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اوميجا زائد، وهون لازم يكون عندنا جي. خلينا احطها بشكل ارتب من هيك، راح احط اوميجا ان سكوير على اس سكوير زائد 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير. محل اس راح اعوض، يعني هذه جي اوف اس. اذا عوضت محل اس جي اوميجا بتصير جي 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 اوميجا بتساوي اوميجا ان سكوير، محل اس راح احط جي اوميجا سكوير، بعدين راح احط هون 2 زيتا اوميجا ان، ومحل اس راح احط جي اوميجا، وبعدين راح اخذ هون اوميجا ان سكوير. راح اقسم كل شيء على اوميجا ان سكوير، بصير عندي هون جي اوميجا على اوميجا ان كل سكوير زائد 2 زيتا جي اوميجا على اوميجا ان زائد. مظبوط، مش هذا الشكل، هذا الشكل تبع سكند اوردر سيستم، وهون مفترضين انه هذا السيستم اوفر دامت. اوفر دامت يعني زيتا اقل من، اوكي مظبوط. هلا لو جينا كملنا هون راح اخذ هذا الجي تربيع، شو راح تصير؟ اندر دامت. ايش قلت انا؟ اندر دامت سيستم. وهذا هلا راح يصير عندي، هذه راح تصير ناقص واحد، فراح تصير هذه واحد ناقص اوميجا على اوميجا ان هذا كله سكوير زائد جي في 2 زيتا اوميجا على اوميجا، وهذه عندي هون واحد. لما تكون هاي قيم صغيره جدا ايش راح يصير عندي؟ راح اهمل، طبعا هذا هون بقدر اخذه كماجنتيود مش هيك؟ إذا كانت عندي صغير جدا راح يكون هذا صغير جدا، وهذا راح يكون صغير جدا، فراح يصير واحد ناقص رقم صغير جدا راح يعطيني تقريبا يقترب من واحد. فات فيري لو فريكونسيز هذا راح يكون هون زيرو دي بي والجين، والزاوية كمان راح تكون اوكي مضبوط. هلا لما تبدا تزيد عندي في عندي فريكونسي معينه اوميجا ان راح يصير عندي هذا، هلا هون راح ينزل ماينس 20 دي بيز بير ديكيد، يصير بهذا الشكل، والزاويه اللي راح يروح لها راح يروح لناقص 180 عفوا ماينس 40 لانه سكند اوردر سيستم لازم ينزل ماينس 40 دي بيز بير ديكي، وعندي الفيز راح يروح لناقص 180. وعندي النقطة هاي 190. لكن اللي راح يصير ان بتوين هلا هون الشيء انترستنج، لانه اذا كان عندي زيتا اقل من واحد واكبر من واحد على جذر التنين راح يكون شكل الكيرف بهذا الشكل، لكن اذا كانت زيتا اكبر من زيرو واقل من واحد على جذر التنين ايش بصير عندنا؟ بصير عندنا ريزونانس، وبنسمي بنعرف فريكونسي جديده اوميجا ار بتساوي اوميجا ان في 1 ماينس 2 زيتا سكوير.
فاللي راح يبين هلا معي هون هلا اوميجا ار راح تكون طبعا اصغر من اوميجا ان لانه هذا الرقم اصغر من واحد فراح يصير عندي هون في اوميجا ار كل ما صغرت زيتا بصير عندي هون resonant frequency وهي راح تسميها اوميجا ار اوكي فعندي at resonant لما تصير عندي resonant frequency في عندي راح تصير معرفة اوميجا ار مش معرفة undefined هون الحالة هاي اوميجا ار not defined الحالة هاي اوميجا ار defined لها تعريف لها قيمة من هون هذا صار عندي هون الريزونانس معناها اذا هذا السيستم اذا هذا السيستم اجيت عملت له اكسايتيشن بالريزونانت فريكونسي اللي موجوده بهذا السيستم اللي هي بتعتمد على قيمه بتعتمد على قيمه اوميجا ان وبتعتمد على قيمه زيتا زيتا لازم تكون اقل من واحد على جذر الاثنين اقل من 0.707 فاوميجا اوميجا ار عفوا بتكون من 0 ل 0.707 زيتا فبعطيني اوميجا ار، اوميجا ار معرفه بهذا الشكل من هون، تعطيني هاي القيمه اللي موجوده هون، وهون بصير في عندي ريزونانس، هاي هي ظاهره الريزونانس، كل ما قلت زيتا شو بصير بهذا الانكريس في الجين؟ فصار عندي، شو معنى انه هذا الجين هون اكثر من زيرو دي بي؟ معناها ايش عم بصير عندي بين الانبوت والاوتبوت؟ امبليفيكيشن، هل بصير ادخل انا فولتج ويطلع لي فولتج اكبر منه؟ هل هذا منافي لقانون معين؟ ليش؟ لأن الفولتج مش زيادة في الباور مش زيادة في الانرجي مظبوط لو طلع معي لو كان هذا باسيف نتورك ودخلت باور وطلع معي باور اعلى معناه هذا منافي لمبدا كونزرفيشن اوف انرجي بس ما في مشكلة انه ادخل فولتج يطلع معي فولتج اعلى منه وين بنشوف ظاهرة الريزونانس كمان في الجسور